السلام يا سامي. السلام يا عيشك سي عبد الرزاق. منتدى التطوين الإخبارية، بعد التقطت المدير الفني للاتحاد الرياضي للتطوين معناها عقب المقابلة الأخيرة اللي وقعت يوم الأحد الفارط، واللي انتهت بإيقاف الحكم المقابلة معناها على الأحداث اللي وقعت في المقابلة، وبعد ما استمعنا السيد هاشم معتوق، الفرصة الآن السيد سامي المكي رئيس جمعية الركبة بيحدثنا حسب وجهة نظر معناها الهيئة بتاع الركبة. تفضل سامي. والله سي عبد الرزاق مشكور موقع دال تطاوين الاخباري، الموقع هذا الناشط بصراحه قاعد يواكب فيه جميع اخبار تطاوين الجنوب الشرقي. وقع الاتصال بطرف مؤسس الموقع هذا سي عبد الرزاق الخطيب، اعطاني برشا نقاط اللي يتحدث عليها الهاشمي معتوق المدير الفني تاع اتحاد تطاوين، وباش نجاوبوا بكل مصداقيه. نبدو بالنقطه بالنقطه، نبدو بالتطير. تطير والله سي الهاشم معتوق حكى سي عبد الرزاق على تطير لاعبيه الركبه. ايوه. للتاريخ سي عبد الرزاق والناس اللي تعرف التاريخ يعرفوا شنو هو اولاد الركبه وشنو هم اهالي منطقه الركبه. اللي معروفين اول حاجه متربين في عائلاتنا. ايوه. اللي هي الباز سي عبد الرزاق في كل باش تكون باش تأطر انسان لازم يكون التربيه نتاع منين خرج العائله نتاعها اللي معروف على منطقه الركبه، ولله الحمد هذه حاجه ممتازه بها في ولايه تطاوين ويعرفوها القاسي والداني، لكون وليداتنا كلهم متربيين واولادنا كلهم اولاد عائلات ويتحشموا ويحترموا ويقدروا كما في العائلات كما في الجمعيه سي عبد الرزاق. ومن اولوياتنا احنا في جمعيه الامل الرياضي بالركبه اللي بدينا فيها هو تكوين فريق اخلاقيا قبل يكون رياضيا. ايوه. التأطير اللي دعاه سي الهاشمي اللي كونه مش موجود في جمعيه الامل الرياضي بالركبه رغم حدث الانبعاث نتاعها، وتعرف لكونه هي ناضت على انقاض الفريق العريق اللي هو الشباب الرياضي بالركبه اللي تكون بالاجازه نتاعها، والناس كل تعرف الاتحاد تطاوين ما يسمى باتحاد تطاوين اللي هي جمعيه تو هي تكونت على انقاض الشباب الرياضي بالركبه واتحاد تطاوين الرياضيه. في عهد يعرفوا شنو هي الاسباب اللي خلت تتوحد الجمعيه، هي مش حب في مصلحه الرياضه في تطاوين، الناس كل تعرف الشيء هذا، هي اغراض سياسيه على اساس مصلحه شخصيه نتاع اشخاص مش لازم نذكرهم. ما رينا حتى شيء من توحيد الفريق هذا. 21 عام سي عبد الرزاق ينشط الفريق هذا. رجع توحيد عاد سلبيا على تطاوين وعلى الركبه، رجع سلبيا على الرياضه في تطاوين. ايوه. وحرم برشا شباب سي عبد الرزاق، تعرف لكون الجمعيات الرياضيه تكوين الجمعيات الرياضيه تتكون من خمسه سانك كاتيجوري سمحنا بالكلمه بالتفصيل، هي اللي تم الاكابر والاواسط والاصاغر والاداني والمدارس. ايوه. يبدا ثم كانت ثم زوز فرق سي عبد الرزاق في تطاوين، كان فرصه اكثر للشباب باش يشارك في جمعيه الزوز. حيث صارت حكايه حتى خرجنا على الموضوع السؤال نتاعنا سي عبد الرزاق باش نرجعوا باش نعرجوا على الموضوع هذا باش الناس كل الشباب اللي ما حضرش موقع في 96 باش نذكره لهم بالتفصيل شنو صار باش يعرفوا يكونوا على بينه ايش معناها اتحاد تطاوين. اتحاد تطاوين هي الشباب الرياضيه بالركبه في القسم الوطني باء، وتطاوين الرياضيه تلعب في الاقسام اللي يلعبوا فيها احنا تو. جهوية. أيوة. اللي ما نلعبوا فيها احنا تو. أيوة. صار الامور السياسيه وامور ما عليناش ذكرها لان احنا اسمى من ذكرها. أيوة. تم توحيد الفريق على اسم اتحاد تطاوين ضد رغبه اهالي وشعب اللي يسكن في الركبه. فكت منها فكان، الجمعيه تفكت منها سي عبد الرزاق فكان. وتوحد الفريق ولله الحمد الناس كل وقفت. من وين وصل الاتحاد تطاوين من حيث النتائج من وطني باي الدحرج للاخر قسم في البطوله اللي تابعه للتنظيم تحت جامعه توصيه كره القدم. نلعبوا معهم سي عبد الرزاق سنين بعد 21 عام والحمد لله وفقنا ربي، وحتى باش خاطر تعرف الامور القانونيه ويحترم ثم بروسيدير قاعد يصير في الجمعيات الرياضيه، لان احنا ماذا بينا نرجعوا الفريق بتاعنا في الاول باسم الشباب الرياضي بالركبه، لكن تعرف سي عبد الرزاق لان الاتحاد مادام مازال متواجد ما نجموش احتراما حتى احتراما كهيكل ما نجموش نسموا الفريق بتاعنا الشباب الرياضي بالركبه، سمينا الامل الرياضي بالركبه. نعود للتطير سي عبد الرزاق. التطير ايوه. التطير كما سبق وذكرت لك اولادنا معروفين. سامحني ربما
في الهاشم يأخذ الإحاطة النفسية والإحاطة المادية، هذا هل هو متوفر بشكل كافي في فريق الركبة في الأمر الرياضي بالركبة ولا؟ المثل يقول على قدر الكساء أمدوا رجلي. التأطير المالي سي عبد الرزاق تعرف تكوين جمعية وجينا بعد ثورة، ثورة مباكرة مباشرة وهدانا الأبرار. رغم الصعوبة الصعوبات اللي تعرضنا لها في الأول سي عبد الرزاق ما بقيناش مسالين ولا سحقينا فلوس ولله الحمد الفضل الربي والبعض أحباء الغيورين مع المساهمة المتواضعة جدا 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 ونصرح لك بها سي عبد الرزاق ما ثم حتى شيء يدرك تو 4000 دينار من بلدية تطاوين ولاية قداش؟ والولاية 1000 دينار كاو شركات ولا شركة عاونت لما الرياضي معناها انتم عندكم تصرف في حدود 5000 دينار من تقريبا تو تصرفنا سي عبد الرزاق نمشي في الجولة السادسة ان شاء الله في البطولة اياك كان نتبعوا المداخيل اللي دخلت لنا 5000 دينار على صعوبات كبيرة هذه وسي الهاشمي يقول لك سوء تصرف وسوء تأطير الوليدات يروحوا على ساقيهم ما عندناش مزية على الركبة لأن الملاعب نقولوا له رأي الجمعية شنو ما عندنا ما ندربوا على الأولاد نقولوا له رأي الجمعية رأي دخلوا لها كذا وكذا لأن جمعيته يحب المنطقة بتاعها ضحوا معنا الوليدات وما زالوا باش يضحوا معنا لأن ما عندناش مزية على المنطقة بتاعنا يحكي يقول هاشمي معطوق أنا في الاتحاد خلص 160 دينار مش لازم نذكر برشا حاجات اللي احنا نعلموا بها ثم فلوس قالت اخرى سي عبد الرزاق ثم تمييز ما بين الجمعيات في التطاوين وللامانه نقولها لك لكن احنا سي عبد الرزاق اكبر من الشيء هذا اللي باش نعمل مشكله في التطاوين اللي هي البلاد هذه نعزوها ونحبوها برشا سي عبد الرزاق وماناش باش نطيحوا المستوى نتاع عباد باش يقول لك راهو يعطي الفلان ويعطي الفلتان وعاونوا فلان ثم فلوس في بنا بها شكل الاتحاد التطاوين على غير الكيبات الموجوده الاخرين في التطاوين احنا مش باش نثيروا مشكله في الجهه بل بالعكس احنا اسمى من الحكايات هذه هو كان عنده امكانيات باش يخلص 160 من الملاعبين وجلهم لاعبين من خارج ولايه التطاوين انا 99% من جوارات الفريق او نقول لك 100% كلهم وليدات التطاوين ما نقولش وليدات الركب لان شنو الركب وشنو التطاوين سي سامي اللي كانت عنده المقابله اللي وقعت الشحن اللي سبق المقابله معناها والتركيز على المقابله هذه بالذات مقابله الاتحاد كيفاش تفسرها؟ والله سي عبد الرزاق جمع الاسبوع الفارط هذا سمعتها الحكايه هذه من برشا من ناس وثم ناس جوني قالوا يسيب المقابله. اذا الجمعيه يجي الجوارات بتاعي يقول لهم سيبوا لي المقابله غدوه جوار راهو سايب لك المقابله غير مشاور رئيس الجمعيه. ثم مصداقيه في الرياضه. إذا الوليد ربيت على التخاذل راه ما يطلعلكش وليد متربي. شو تقول لي 100 دينار مقابلات الدربي في تونس كامله ترجي تلعب على البطوله والنادي الافريقي ما بيناتهم نقطه.